أمامية ناحية ماجد بضغطة الجزاء منطلق لاعب اللعب يا ماجد ماجد هدف التعادل يسجله ماجد عبد الله طبعا هذا ماجد وهذا الهدف الاول للنصر وهدف التعادل الى مين ماجد عبد الله بيحاول يعدي وخطر داخل منطقة الجزاء خطره ويعدي ويحاول ماجد ويكملها بالضبط هذه كرات ماجد وهذه كرات ماجد ورغم التغطية من المينع